والله ابو بدر، بالنسبه لي انا كنت اتمنى صراحه تواجد عبد الله معيوف، لاني قلت لك انا المدرب عنده في شيء في باله انه يقول لك انا اخذ اللاعب الجاهز، وخالف هذه القاعده مع عبد الله معيوف، ان عبد الله معيوف هذا هو اللاعب الجاهز. لانه لا استنى، فهد المولد هذا اللاعب الجاهز. فهد مولد ابو بدر احنا كلنا عارفين ايش اللي صاير في قضيته، وكان منقطع بسبب الظروف، لازم يرجع عشان يجهزوا الفتره. واكبر دليل يا ابو بدر ابعاث الولد الى بريطانيا ياخذ يعمل تدريب هناك وتاهيل هناك، لازم ياخذ ابو بدر يجهز، لانه اصلا ما عنده مهاجمين في الدوري السعودي. مهاجمين سعوديين يا ابو بدر لتخيل، افرض يعني الحمد لله فهد مولد انه تجاوز هذه المرحله بالنسبه للقضيه، تخيل ابو بدر فهد مولد مش موجود، صالح الشهري مش موجود لاصابه، مين حنلعب؟ مين 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 المهاجمين اللي عندنا؟ فانت كنت تحتاج فهد مولد. ولكن ابو بدر بالنسبه للعيبه الجاهزه، انا اقول لك عبد الله معيوف هو الاجهز من الجميع، يعني كان انا كنت اتمنى انه يكون اجتماع بين المدرب بين اللاعب وتحديد، وانه يكون موجود مع زملائه، لان ابو بدر انا اللي اخاف منه لو صار لا قدر الله احنا شفنا غاب تقريبا 4-5 لعيبه اصابات صحيح، والان ابتعاد مع المنتخب مؤثر في الفتره هذه، لكن ان شاء الله يلحق كاس عالم. لو يا ابو بدر لا قدر الله في المراحل الاخيره مثلا محمد العويس اصيب، ترى فرق كبير بين محمد العويس والثلاثه الاحتياط مع كامل الاحترام لهم فنيا، فرق كبير يا ابو بدر، هنا حتبان المشكله. طيب. وهنا حتبان ان المنتخب لما يكون عندك اثنين جاهزين على مستوى كبير زي عبد الله معيوف زي محمد العويس بعدهم فواز القرني واللعيبه الباقيين، اعتقد ما راح تمر مشكله، فانا اخاف عليه بيمر مرحله اصابه مثلا على قدر الله، الله لا يكتبها ان شاء الله، اللي هو محمد العويس. طب ابو خالد، يعني ارجع اسالك اللي قلت لعبد العزيز عليه، اللي هو موضوع سقفنا، وين سقفنا في كاس العالم؟ عشان نعرف انها مشاركه جيده او مشاركه سيئه. عبد العزيز شطح شوي قال لي دور ال 16، دور ال 16 اعتقد هذا سقف عالي جدا، يعني احنا كل مشاركه عندنا ارقام قياسيه. ايش هدفنا في رايك؟ ايش اللي المفروض نسويه في كاس العالم ويعتبر مشاركه جيده؟ والله يا بدر شوف، انت لو جيت لو جينا قارنا بين اسماء اللاعبين اللي في المنتخبات حاليا تقريبا في اللي حيكونوا موجودين في كاس العالم وبين الاسماء سواء في السنوات اللي فاتت بطولات كاس العالم، لا تجد فرق صراحه. امكانيات اللاعبين الاول انا اشوفها كانت افضل، لاعبين يملكون خبره. الان بصراحه المستوى الفني لدى لاعبيننا شويه قليل، يعني مش زي المنتخبات السابقه، فعشان كذا وبدر بالنسبه لنا انا اتوقع انه الطموح يكون انك تقدم مستويات جدا كويسه، ما تتعرض لخسائر بنتائج كبيره. حتلعب مع منتخبات الارجنتين، وترى المكسيك وبدر لا يقل على الارجنتين باي شيء، برضه منتخب قوي جدا. اتمنى انا ان شاء الله انه نقدم مستويات جدا مرضيه، ما يكون في خسائر كبيره، اذا وصلنا لدور ال 16 خير وبركه وشيء جيد. ولكن انا اللي يهمني يا ابو بدر انه فعلا لا نجي في كاس العالم ونتعرض للخساره بالخمسه بالاربعه، تخسر مثلا على سبيل المثال ثلاث مباريات كلها بنتائج كبيره وترجع، لانه ابو بدر اللي قاعد يصير في الرياضه، الدعم الحكومي، دعم سمو سيدي ولي عهد الامير محمد بن سلمان، اهتمام وزاره الرياضه والاتحاد السعودي لكره القدم، يستاهل الكره السعوديه مع الدعم الكبير للرياضه اللي يا ابو بدر مو احنا نتكلم، كل العالم يتكلمون يقول لك ايش قاعد يصير في الرياضه السعوديه في جميع النواحي، في جميع النواحي. فيجب ابو بدر انه بامر الله سبحانه وتعالى ان المنتخب يستطيع انه عارف يظهر صوره كويسه للرياضه السعوديه، الدعم الحكومي نحن نظهر بمستوى جيد. انا بالنسبه لي ابو بدر انا طموحي انه نقدم مستويات كويسه وما يكون في خسائر كبيره، اذا وصلنا دور ال 16 اعتقد انه انجاز كبير، ولكن اهم شيء انه يظهر المنتخب بشكل مشرف للكره السعوديه، هذا اللي يهمنا. يا اخي مباراتنا الاولى مع الارجنتين وبعدها مع بولندا ونختمها مع المكسيك، يعني قوية صراحة، قوية. وين يوجعك؟ وين يوجعك؟ عيالنا قدها وقدودي. بولندا عندهم هداف فديسكي. ابو خالد، ما هي قضية عيالنا، احنا مستعدين نوقف ونقدر نصفق لهم بعد، يلا. ها؟ وعبد الله فلاته ناوي ان شاء الله يروح يسوي عمره، يعني بس ايش وعدين؟ انا قلت لك فنيا يا ابو بدر احنا اقل، منتخبنا الاخير هذا المنتخب اللي موجود حاليا اقل. وحنا عارفين يعني انه فنيا اقل من اسماء كبيره. الحين بيجيك واحد يقول لك يا الفراج انت جالس تحبط.